خلينا بقى ننتقل لفنانة تانية كبيرة، الفنانة وداد حمدي، الفنانة خفيفة الظل، تميمة نجاح عشرات الأفلام في زمن الفن الجميل، واحدة من أنجح كوميديانات الجنة. مشاركتها في أي عمل فني وبصمتها الاستثنائية وخفة دمها بتنجح أي عمل بتشارك فيه. خلينا نشوف. في مثل هذا اليوم رحلت خفيفة الظل، تميمة نجاح عشرات الأفلام في زمن الفن الجميل، واحدة من أنجح كوميديانات جيلها، الفنانة الكبيرة وداد حمدي. ولدت وداد محمد عيسوي زرار الشهيرة بوداد حمدي عام 1924 في محافظة كفر الشيخ. عاشت بصحبة عائلتها في المحلة الكبرى بحكم عمل والدها في شركة الغزل والنسيج، ثم انتقلت للعيش مع عمها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة عقب تعرض والدها لأزمة صحية اضطرته لترك العمل، ما أثر على دخل الأسرة ودفع وداد للبحث عن عمل. لم يكن التمثيل هدفها في البداية، لكن كان هدفها إبراز موهبتها الغنائية، فكانت تحب الطرب والغناء، وحاولت تقديم موهبتها على بعض المسارح لكنها فشلت. درست وداد حمدي عامين في معهد التمثيل ليقدمها المخرج بركات في فيلم هذا جناه أبي، ثم عملت بدلاً من عقيلة راتب في مسرحية شهرزاد، وذلك في الفرقة القومية المصرية. قدمت وداد حمدي قرابة 600 عمل ما بين أفلام ومسرحيات، أبرزها الزوجة رقم 13، إشاعة حب، ثورة المدينة، ورد الغرام، ومن المسرحيات عزيزة ويونس، أم رتيبة، وعشرين فرخة وديك. رحمة الله على الفنانة خفيفة الظل، اللي لما كانت تبقى موجودة في أي فيلم نبقى عارفين إن إحنا هنضحك ونتفرج على فيلم ممتع. فاكر أنت الحموات الفتنات لما كان دويتو بينها وبين ماري منيب، وهي بتقوم بدور الخادمة اللي بتنقل الكلام من هنا لهنا وتقول لها مش عارفة إيه، مستعدة أخدك من غير أي حاجة، تقوم مدالها إيدها كده تاخد منها من هنا من اليمين ومن الشمال، يعني كانت بتقدم الأدوار بخفة دم شديدة. ده كلام مظبوط. وأنت بتتكلمي عن دورها في أو كأدائها لشخصية الخادمة، هي أدت أفلام كتيرة وشخصيات كتيرة لكن تميزت في دور الخادمة، ويمكن من الحاجات اللي حصلت لها في حياتها نتيجة إتقانها لهذا الدور إنه نشأت علاقة حب ما بينها وما بين شقيق الفنان الكبير طبعا أحمد شوقي، شقيق فريد شوقي، وكانت علاقة حب ما بين هما الاثنين، واعترف لها بحبه وكان خلاص قرر إن هو يروح يفاتح أهله عشان يتقدم بشكل رسمي لخطبتها، واشتروا الدبل كمان بالمناسبة، لكن أهل الفنان أحمد شوقي رفضوا وقالوا دي بتشتغل خدامة عند هدى سلطان زوجة فريد شوقي، ده لإتقانها الدور مش أكتر، يعني هي مش كده، دي مش شخصيتها، لكن ده اللي حصل. هي بقى عشان دمها خفيف بقى وفرفوشة كده وروح حلو، عملت إيه؟ سافرت اسكندرية. هي اللي بتقول، يعني أنا سمعت لها انترفيو كانت بتقول فيه رحت اسكندرية قضيت 4 أيام ورجعت ولا كأن حاجة حصلت، اللي هو نسيت كل حاجة حتى خفيفة الظل في دي كمان. هو ده بقى الواحد بياخد من طبعه وبيبان على الشاشه. صحيح. احنا شفنا ده في الافلام المختلفه.